مرحبا أعزائي المشاهدين، نلتقيكم بحلقة من برنامج رموز، واليوم رح نستذكر وياكم شخصية مهمة في التاريخ الكردي، هو الرمز محمد أمين زكي. تابعونا. ولد سنة 1880 في محلة كويزة في مدينة السليمانية. سنة 1896 دخل الإعدادية العسكرية في بغداد، وبعد تخرجه فيها تم قبوله في المدرسة الحربية في إسطنبول. وبعد تخرجه سنة 1902 انضم إلى واحدة من الفرق العسكرية للجيش العثماني السادس التنجي أوردو، وكانت بغداد مقره آنذاك. دخل مدرسة الأركان العثمانية وتخرج فيها برتبة رائد ركن. عين أستاذا في المدرسة العسكرية وآمرا للكلية العسكرية في العراق سنة 1925، حين ترك الخدمة في الجيش وانخرط في العمل السياسي. انتخب نائبا عن مدينة السليمانية في مجلس النواب العراقي لأكثر من مرة، وفي 14 تشرين الأول 1925 عين وزيرا للأشغال والمواصلات في وزارة السيد عبد المحسن السعدون الثانية. بين عام 1929 و 1942 تسمم وزارات عديدة في بغداد، وكسب سمعة طيبة لما كان يتمتع به من كفاءة ونزاهة وحب وإخلاص للوطن. في 9 شباط 1942 أحال نفسه على التقاعد لاعتلال صحته، وفي 10 تموز 1948 توفي رحمه الله عن أمر نهز 68 عاماً، وقد دفن في مقبرة كردسيوان بمدينة السليمانية بجوار قبر أحد القادة العسكريين الكرد المعروفين. ترك محمد أمين زكي مؤلفات كثيرة باللغات التركية والكردية والعربية، فضلاً عن دراسات وبحوث متميزة، ومما ساعده على ذلك اتقانه لغات عديدة منها الفرنسية والإنجليزية والفارسية، إضافة إلى اللغات الثلاث التي أشرنا إليها آنفا. كان باحثا ومدققا غايته الوصول إلى الحقيقة، ولم يكن يبخل على نفسه عندما يريد أن يحوز وثيقة أو كتابا، فكان يتردد باستمرار على المكتبات الخاصة والعامة. من كتبه المشهورة بغداد تسوق حادثة صنيعي، أي حادثة سقوط بغداد باللغة التركية، كذلك كتاب عراق سفري أي حرب العراق باللغة التركية، إضافة إلى تاريخ الدول والإمارات الكردية في العصر الإسلامي باللغة الكردية. أيضا من كتبه المشهورة مشاهير الكرد وكردستان في الدور الإسلامي جزءان، نقلتهما إلى العربية ابنته الدكتورة سانحة أمين زكي، وطبع الجزء الأول في القاهرة سنة 1945 والثاني أيضا بالقاهرة سنة 1947. ما يميز محمد أمين زكي أنه لم يتلقى تدريبا على مهنة كتابة التاريخ والبحث فيه، لكنه اهتم بالتاريخ والدراسات التاريخية واعتبر أول مؤرخ في التاريخ الحديث. أعزائي المشاهدين، ليس من السهولة رصد كل نتاجات المؤرخ محمد أمين زكي لتنوعها واختلاف موضوعاتها وتعدد محاورها، لكننا في هذه الحلقة حاولنا جاهدين أن نركز على أبرز محطات حياة المؤرخ محمد أمين زكي أبو التاريخ الكردي. أعزائي المشاهدين، بهذا نكون قد انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم من برنامج رموز. أتمنى أن تكون الحلقة راقت لكم. انتظرونا في حلقات أخرى. تحياتي.